الفيروس على الصحه. بالفعل بالنسبه للمستشفى الصحه فحاليا انه الان بصدد انجاز مشروع ديال لامور داخل المستشفى. يعني الان حاليا تفتح طلب من اجل انجاز هذا المستودع الاموال الجديد داخل المستشفى من طرف الجامعه العرائش. كذلك تجهيز ديال المصلحه ديال الجهات ديال المصلحه ديال الليغولوجي ومصلحه ديال طب العيون، اللي كذلك تجهيز ديال مجموعه ديال المعدات من طرف الجامعه، بمعنى كاين واحد العمل اللي هو يعني مشترك متبادل ما بين المسؤولين القائمين على قطاع الصحه داخل العرائش وما بين الجامعه. مجموعه المسائل الاخرى اللي غادي يجيو وقتها اللي غادي نتكلموا عليها في البرنامج التحليل، من غادي يجيو تحليل ملزمين تاعنا بالضروره ندخلوا في لغه الارقام، لان انذاك غادي نعقلوا بانه هذا المشروع وصلنا له ميزانيه معينه، انجزنا منه واحد النسبه معينه، ولكن تبين ربما صعوبات اللي بانت مثلا في العمليه ديال الانجاز ان خاص الرفع من الميزانيه او الى غير ذلك. يعني هذه المسائل اللي هي غادي يجي وقتها في التحليل. حنا اليوم يعني ما يمكنش يعني واحد ينكر مجموعه ديال هذا البرنامج الانعكاس ديالو بشكل عام على المجال ديال المدينه بصفه عامه، على مجموع مستوى التدخل كما قال الاخ، سواء على مستوى البيئي، على مستوى المساعة الخطر، الاداره الحكوميه الى غير ذلك. هذه الامور كاينه، ولكن حنا بالنسبه لنا يعني كاين قطاع اخرى من الان مادام اذا الا كنا غادي نجاوبوا القرصنه، اذا ما معنا استحضار كل دوره كنستدعي مجموعه من الادارات يحضروا معنا، ما دعوة ما معنا نحضروا معنا العمره اليوم الوكاله الحضريه كيجيو يتكلموا على السكن، كنحضروا المديريه التعليم كيجيو يتكلموا على التعليم شنو صفه كنحضروا، هنا ما كانش عندنا بالفعل انه حنا بالنسبه لنا كنعتبروا ان الاستاذ حنا المنسقين المتدخلين اللي من الفروع ونسقوا ما بين جميع المتدخلين داخل هذا، وكيف في نهايه المطاف كنقول بانه هذه العمليه هذه هو اننا نحن فخورين كوننا كنزلوا التنزيل ديالها كما عندنا التصور ديالها من طرف سواء المشاريع ولا من طرف جميع الاحزاب السياسيه والمتدخلين، لان خصنا نكونوا فخورين بالتطور اللي كتشهدوه التجربه الجماعيه في بلادنا، لان هذه المرحله جيل متقدمه فيه، وطبيعي انه نكونوا حنايا نخرجوا نكونوا موفقين نسبه معينه، يمكن نكون قصر الملاحظات اللي تسالت انا بالحقيقه وتمينوها، وكنعتبر بانه يعني تم يعني بطبيعه الحال ان هذه العمليه يعني كما قال السي ماجد هذه تجربه اولى، انه حنا كذلك بمعنى هذا العمل المشترك من اجل اغناء هذا يعني الترسيخ هذه الثقافه، هذه الترسيخ الثقافه ديال العقينه وثيقه اللي هي طابو دوبور اللي كتمشى عليها الجامعه وكتوقف محطه معينه من اجل التقييم ديالها واغناء وتعديل.